هكذا بدت العاصمة المؤقتة للبلاد. فهذه مدينة خورمكسر قد تحولت شوارعها إلى مكب النفايات ومخلفات الصرف الصحي. حالة من الغليان الشعبي في أوساط الأهالي الذين تدافعوا إلى ساحات وشوارع خورمكسر للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في المدينة ومحاسبة المسؤولين. صيحات غضب لا تتوقف، وسخط شعبي يتجدد كل يوم، وقوده معاناة المواطنين الدائمة، وهدفه يقتصر على البحث عن الماء والكهرباء والخدمات في مدينة باتت مفرغة من كل مقومات الحياة. هذه الأصوات دفعت السلطة المحلية بخورمكسر لتوقيع عقد إعادة تأهيل مضخة الصرف الصحي في المدينة وعمل بعض الإصلاحات، لكن ما يقدم تحت ضغط الشارع في العادة لا يلبي تطلعات ومطالب المواطن العدني في العيش الكريم. لا تقف معاناة المواطن العدني عند حدود خورمكسر، فالفشل يمتد ليشمل كل مديريات عدن التي وصفت ذات يوم بثغر اليمن الباسم.